هذه تسمى هذه راه تاكد باللي كاينين هذو اللي في القنصليه ولا كذا، كاين اللي يخدموا خدمتهم وكاين اللي راهم يلعبوا تسمى راهم خدمتهم. كان معايا هنا، كان معايا تدير هنا وليد بلاده السفير، كل شهرين يعطي له 300 دولار 400 دولار يعطي له باش يعاونوا، وكيعيط السفاره قلت لهم كيفاش انا ما تعاونش، هو علاش تعاونوا؟ قال لك هو عنده مرت وعنده مدو، هو لازم نعاونوا ما نعاونوش، كيفاش ما تعاونيش؟ جزيرين كيف كيف، انا ما عندي، انا الكونسول انا ما عندي حتى واحد. واي لا ان شاء الله ما عندي حتى واحد، غير ربي هنا برك ما عندي حتى واحد. على كل حال يعطيك 100 صحة على الهضرة هذه وان شاء الله. وزيد كما وزيد زيد كما خيط فمي درت 15 يوم والله يا بابا سلم ما ناكل ما نشرب، وبعث لهم وعيط السفارة وصاحبي اللبناني هضر مع السفير ومع الكونسل قالوا لي مروان راه في 14 عام وشاكم وش خيط فمو طفوا عيط فمو قالوا مش عيط لعندنا نموت. ومن بعد السفير كي سمح لي كتبوا لي الخبر في شي في الجزائر، جا عندي السفير قال لي ما عادش بلا في الحكم عاد جاني، قلت له كيفاش حتى شفت عيالك خرج قلت له باش تقول لي هكذا ولا كيفاش عطني. ومن بعد واش دير؟ قال لي نقدر نصورك، قلت له ماشي مشكل صورني. درت صور تاعي في الانترنت انترناسيونال، قال لهم بلي مروان راه صحيح وراه لاباس به، هذه حاجه باينه. ومن بعدها وليت ناكل ونحلى في روحي، جا الامل من عند بابا سالم من عند طاهر من عند الصحفي من عند الشيخ تاعي، عطوا لي امل بلي نخرج بلي يعنوا لي حل. واي ما قبلت ممكن نخيطهم من تعرف يعني ما حبش يجي لعندي ما حوش عليه ما تفتحش عليه السفير. عقب 3 سنين واحد ما سقس عليك، هذه هي 3 سنين ونص رجل عندي وكان يضرب 4 سنين. واي وزيد عيط وكيف وجدت هذاك تاع صومبيزا واسمه وسمير شعبنا. عيط له جبت نيميرو تاعه، كان في السفاره مع السفير ومع الجزائريين كلهم في السفاره كانوا دايرين بينهم. كي عيط له قلت له الو سير مع سمير شعبنا، قال لي شكون انت؟ قلت له معك مروان السعدي متجن اوكرانيا. شو قلت نربى؟ قال لي من جبت نيميرو تاعي؟ كيفاش تبع شكون طالع نيميرو تاعي؟ قلت له انا نبغى نتبع حتى صاحبي باش تعاوني انت صاحبينا فرحان كي جات صاحبينا هي. ودخلت له قلت له سيدي واش عاوني بيا واش بدل لي قلت له باسي خاطري واش يقول لي؟ يقول لي السفير راه يسمع فيك راك عليك مباشره. قلت له راه المشكل كيف يسمع فيا السفير؟ راني نقول في الحق باللي ما عاونيش السفير. قال لي لا لا، قال لي قال لي السفير ولا لي قضيه تاعك وراه يعاون فيك وراه يوصلك. قلت له واش عاوني؟ قلت له ما عاوني بدل لي والو قلت له السفير. على كل حال خويا مروان حنا هذه الجمعيه نتاعنا هذه الجيرين سوغادر حنايا هذه هي حنا لازم نديروا الحس هذه هي على بالنا بلي راهم كاينين بزاف الناس ما يخدموش خدمتهم وهذه هي حنا الجمعيه علاش متكونه باش هاد الناس نكشفوهم. شوف ورانا ان شاء الله يكون عندك نديروا سيت سبيسيال ليك نتايا اسواس مروان بارك الله فيك ونديروا ان شاء الله بيتيسيون ونعلموا كاع الناس وان شاء الله نهار واحد كاع نتفاهموا باش نمشوا للقنصليات هذه تاع الاوكرين نطبطبوا عليهم فهمتني. وهذه نحاولوا نديروا الحس ايه وفي البلاد راهم كاينين لايبر كاين ناس راهم على بالهم عندهم اتصال مع الصحفيين راهم من جيتهم ثاني يكتبوا وان شاء الله راه ان شاء الله تسلك لان هاد الناس هادو لو كان ما تكشفهم ترى راهم ما يخدموش خدمتهم فهمتني. ما يخدموش انا علاش انا الكونسول عيطت باش نجيبك علاش قالوا خليه يموت الحبس نموت وي قالوا خليه يموت انا شو انا جاي نسيت السفر وسجل الجزائر يا ودي لي زيسكرو هذو راهم كاينين وان شاء الله نكشفوهم في البلاد. ربي يمسخر لي عباد كيما نتوما برك ان شاء الله اخويا. شوف وربي يحفظكم ان شاء الله راني نعاود نتصل بك نبقاو في الاتصال ونعلمك بكاع القضيه وراهم عندك الجماعه ثانيه راهم من جهه اليمنى ان شاء الله رانا نديروا خدمه نديروا اللي لازم علينا ان شاء الله نديروه والباقي على بارك الله فيك. وهذه الهضره حط في الانترنت حط انا نعطيك اورد ما معلش بلي بهم كاف كلاش اني باسي في الباطن انا كنت حاب نطرح حاب نطرح روحي ما عندك ما باسي راك راك تطلب في حقك وحنا هذه حنا ندافعوا الناس هذو يا بابا هذه حقره هذه حقره وما ما خلوهاش انتم والخبر والشروق وكلش علاش ليش 12 نحكم 12 هذه ما تخش في الراس هذه ما صح 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 حقره حقره هذه الحقره حقره بيصير حقره وي وكنت يقول لي كنت نجيب تخبي اي خاف من السفير السفير يقول لي ما تروحش ليه خليه يموت يباطي وهذا كاع مسجلها انا سجلوا لان كاين عطاهم سجلوا هذه مليحه مليحه كي كانت كي ولات مسجله راه ما بقى في القانون سما راه ما ينجموا يديروا لك والو لان هذه الحقيقه ما خرج القانون وبعد الكونسل واش يدير؟ الكونسل عيط الشيخ تاعي تري انتيليجون يقول له خي مروان واش سجلني؟ قلت له ما عرفتش تاعي قال عيط لي قال لي ما سجلتش الكونسل ضحكت انايا قلت له سجلته قلت له سجلته قلت له الكونسل فاق لا هما ما حوفش عليه ما داروا لي والو هما اللي هضروا بعضهم بعض
ربي يكشفهم واحد ولا يضع في واحد الاخر يقول انا كي جا على السفير يقول لي كونسل ما حبش يقول لي ما حبش يواسي ما حبش يقول لي والكونسل يحكي لي على السفير ان شاء الله بحول الله هذو كاع الخروط وهذو ان شاء الله نكشفوهم ان شاء الله راهم كاينين ان شاء الله الناس اللي راهم واعيين بهذا الشيء ونتنظموا هذا ما كان ان شاء الله نتنظموا ونديروا ونوريو لهم كما قال لك الزنباع وين يتباع اوكي ماذا تهلا تهلا تماما لازم باش السيت يكون حاجه مليحه باش نخدموا السيت ان شاء الله راني نتصل مباراه كيفاش نصور اوكي راني نتصل به ان شاء الله نبعث له ايميل وراني نعلمك كي نكمل القضيه هذه نتاع لو سيت ولا كي يكونوا الفيديو راني نقول لك راني نعلمك عليها بارك الله فيك ان شاء الله راني بالك العشيه ما على باليش ولا غدوه الصباح نحاول نتصل بالشيخ تاعك نهضر معاه شويه لك الا تسمح لي ماشي عليك ربي يحفظك ربي الله يعاقبهم مسكين الله يعاقبهم فين ان شاء الله يعاقب يبعثوا وزير خارجيه يبعثوا منا يجيبوا منا هبلوه كل خير يكبوا عليها راح نحطوا راح نديروا حمله مسخروا بايش مسخر به وي هو كيف تعيط له وتكلموا وتشوف شي يحكي لك على السفره ان شاء الله اوكي خويا يا خويا بارك الله فيك ربي يحفظك بارك الله الله يحفظك انت ثاني ان شاء الله هيا أيه. صحه السلام عليكم صحه صحه صح. سلم على الزقاع اللي زين اليوم تما سلم عليهم قاعد اليوم تما قول ربي يحفظكم وبارك الله فيكم ان شاء الله اوكي والله نعقب السلام راه ان شاء الله يسمعوه ان شاء الله بحول الله اي السلام ربي يحفظكم خطي اي صحه السلام عليكم صحه